السلام عليكم ليكيب، شاء تكونوا بخير ولا خير. جولة جديدة في عنابة. اليوم جبنا المكتوب بدينا نصوروا في كاروبير بيش في جبهة ما شاء الله. لا عادة نروحوا مع العمل الحمر ومع المكتوب إن شاء الله.
النفرة انك يقول لي التاكسي راه ها الساعة ساعة كنت تحب الساعة ما يروح مو ينخدم الله علينا ديك هكذا إدارة جزائرية يجي صباح ولا عشية خلص العشية تحت الورقة هذيك أرجع غدوة على 11 وعلى ما نرجعش على 8 الصباح يعني على 11 بنلقاها مقفلة لا حسابة راقبة أخويا فين الإدارة هنا؟ تا لما رعب لاباس درك قبل ما بينو فيها هذا والله شاي يعني هذه هي شويه رزينة على الاداره اللي عندنا في شطيب كاين هارد في شطيب يبيري في زياربون كاين ولا لا؟ والله في زياربون إذا كان بلال بومراح اللي حل الحانوت فوق طريق العبي عنده كل شيء سهل ها؟ ما نعرف كذا عنده اللي حل واحد العام كاين اللي في طريق البار لا نحكي هنا في المرسى شعبان واخيلا كاين شعبان وكاين ولده ما ولده ما بعضهم لا وكل واحد واحد كاين واحد تحت واحد اللي فوق في زيارتهم يديروا عندهم لي فاكتير وكلش يخدموا الراجل وحل وحف الله عدنا في شطيبي انا نسيت نبيع الماتريال تاعو حر عنده لي توني ولي بالم ولي ماسك شفت يكون فيسبوك ولا حاجه بس شوف اش كاين في مكانه لا لا فاكتير شاف فاكتير واحد ما يديرها غير هو تاع يديرها وانا في مرشي هذا مكانه شاف يديرها لازم نقاشي تاع بيع اسلي حق ياسين في الظلمة والد والد ما يديرها كما بلاد عاوشة والد ما يديرها وهذا مشو منا كاشي اللي يخدم به من عين مليلة شوف سامحني سيدي جه من عين مليلة حل عندنا واحد جديد في شطيبي شوف الوحدة تاعو بيك فيها ايه بس احم تلقاه ان الكاشي تاعهم قاعد يهبط الماتريال من فرنسا هذا ايه الكاشي تاعهم بيع لوازم رياضيه وبحريه اللي هو شي داير الكاشي تاعو فهمتي لا فاتوره دار مش مقبول هذا في الولايه وفي الامارين مش مقبول لازم الكاشي بيع اسلحه سما الارقام سما حب ديرها ورق كما يقولوا لازم ورق اخويا ما لا كيفاش ما لا ديرها البنك شغل هو هو لا ممكن جدر 100 ديرات جدر 100 عجبك لا مارين عجبك مش كل عجبك انا ني درتها سي بون نحكي على الناس اللي يحبين يديروها فهمتي فهمتي من هاي تسا ولا دي سقسيو كان ابا ما كان لازم تروح العين منيلة ولا هذا الطفيل هذا يجي كل سمانة يجي قبل كانت كي مقة كي درتها انا كان يجي كل سمانة يدي الكوارت الناس يكاشيها Ya, kita coba. Ya, bisa.
الأونسيان. أنا وصلك أخي دقيقة بركة خلي ندخل هنا وعلى البوليسي بركة. هي صحيح هذا معايا المرأة.
عندما تسجيل حساب الحكومة المحتوى على المصنع وتتواصل بحق الآن مكتب الإطفاء والحريق وتدخلات الحماية لأدى مدني مثل ما يوضح مدرس البلاد إيباردون مكتب الإدارة المدنية الحماية المدنية بحقيقة في اتصال وركان الجيش الوطني الشعبي الفريق الاول السعيد شنقري حرب جمهوريه الصين الشعبيه حيث استقبل في ارضيه مطار بيكين الدولي من قبل العميد نائب رئيس مكتب التعاون الدولي وتندرج زياره التي يقوم بها الفريق الاول على راس وفد عسكري في اطار تعزيز واصل الصداقه وعلاقات التعاون العسكري بين الجيش الوطني الشعبي الجزائري وجيش التحرير الشعبي الصيني. بجديد العدوان الصهيوني على قطاع غزة المتواصل استشهد اليوم حوالي 20 شهيدا جراء القصف المدفعي الصهيوني على الأحياء السكنية بشمال وجنوب غزة. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه على مجمع الشفاء الطبي لترتفع بذلك حصيلة العدوان منذ بدايته إلى 11200 شهيد معظمهم من الأطفال والنساء. في السياق تتواصل ردود الفعل المنبذة بالمجازر التي يقترفها العدوان الصهيوني في غزة المدينة الغربية وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث شهدت شوارع بريطانيا مليونية منصرة للفلسطينيين كما شهدت الولايات المتحدة الأمريكية تصريحات قاطعة عنابة. أكد والي الولاية عبد القادر جلاوي إعادة بعث إنجاز طريق عين عشير على مسافة 6 كيلومترات بعد توقف دام لخمس سنوات، جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة للمشروع. تنمويا حددت بلدية واد عنب بالتنسيق مع مديرية الأشغال العمومية موقعين لإنجاز ممرين علويين لمنطقة عيب عمار والصبحة استجابة لمطالب المواطنين. ختام الموجز إلى اللقاء. لإعلاناتكم على أمواج الإذاعة الجزائرية بجميع قنواتها الوطنية الموضوعاتية الدولية وشبكة الإذاعات المحلية. الوكالة الإشهارية للإذاعة الجزائرية بأشكال إشهارية متنوعة، إعلانات، إشهارات، رعاية البرامج والإشهار الرقمي، معايير مهنية عالية الجودة لترقية المنتجات، الأفكار والخدمات، سرعة وصول الإشهار للجماهير داخل وخارج الوطن عبر 55 قناة إذاعية، 3 قنوات وطنية موضوعاتية دولية وشبكة متكونة من 48 إذاعة محلية. فعالية الوصول الرقمي للإشهار عبر البث الحي على منصة الإذاعة الجزائرية بجميع القنوات على تطبيق الجيرم راديو على أبل ستور وجوجل بلاي. الإشهار على أثير الإذاعة الجزائرية بسرعة انتشار وفعالية في كل مهنية وعلى المنصات الرقمية. زوروا موقع الوكالة الإشهارية للإذاعة الجزائرية راديو الجديد 1DZ.
تطبيق الهاتف وموقع الإلكتروني يضمن لكم نقل الأخبار صوتا منصا وفيديو عبر البث الحي لكل قنواتنا 55 وطنية الموضوعية والجهوية. يمكنكم إعادة الاستماع إلى برامجكم المفضلة في أي وقت عبر جملة البودكاست لتحميل تطبيق وتصفح أخبار الإذاعة الجزائرية. زوروا موقعنا الإلكتروني أصبح يعني يستنكر هذا الجرائم التي تقوم بها هذه الدولة التي مارستها هي الإسلامية. احتلت العرب خصوصا بعد الحرب العالمية قبيل الحرب في اتفاقية بين العرب من خلال الشيخ حسين اللي كان يمثل قومية العربية في الحجاز و بلاد الشام واسمه بالشريف حسين مع كليمونس رئيس الوزراء الفرنسي. اتفاقية كليمونس وشريف حسين التي تقدم بأيدي دخول العرب بالمشاركة في الحرب العالمية الأولى إلى جانب الحلفاء ضد دول هذاك الوقت يعني ألمانيا وتركيا وإيطاليا. هذه الدول اللي طبعا اللي كانت في صف ضد دول الحلفاء. ولكن ما وقع هو ان الاوروبيين كانوا قد حضروا اتفاقيه اخرى مع روسيا السريه وهي اتفاقيه سايكس ديكو.
ساكس ممثل بريطاني بيكون ممثل في راسه. رد فقية 48 ساعة الجزائر إلى فلسطين. 48 ساعة. يكون جاهز. نحن خطر احنا برود احنا عطلت البر. نعم يعني 48 ساعة الجماعة الأولى تخرج. ولكن بعدين احنا عندنا ضباط كانوا يسكنوا بالعائلة تاعهم تما في كلامنا تحديدا وانقلبت الرؤية عند الآخر، لأنه هذا الجزائري الذي تتهمه مثل ما يتهمون الآن المقاومة الفلسطينية بين القوسين بين فرنسا بين صالح الإرهاب، هذا هو الذي أرهب لسنوات طويلة الوجه القبيح للاستعمار والجرائم. الأعمال الروائية التي حولت إلى أعمال سينمائية كشفت وقدمت صورة دقيقة جدا، على اعتبار أنه في بعض الأحيان أخت إيمان الملخص فيلم يستطيع أن يقدم لنا رؤية تأثيرا للرواية، لأن الرواية ذات طبع نخبوي تفتح للجميع قراءتها، ولكن فيلم سينمائي يتطلب من المشاهد المتلقي مدة ساعة الصورة كفي بأن ينقل هذه الصورة ويعبر عنها بأكثر تأثير في المتلقي. لكن من الطبيعي أن يعمد رواد السينما الجزائرية مثلا إلى الاقتباس وتحويل العديد من الأعمال الروائية عبر الـ عبر الـ الـ اقتباسها عبر استخدام من بعض الافكار منها ونقلها الى اعمال سينمائيه. نتذكر مثلا لما الاديب الكاتب طاهر الطاهر مثلا كيف عمد الى توظيف بعض المسرحيات مثلا الشهداء قبل اسبوع التي نقلت من بعد الى المسرح. هذه الاعمال كلها من شانها ان تعطي صوره واضحه للمتلقي عن احداث عظيمه جدا حدثت في وقت سبق. الخطاب لا يوجه فقط الى الآن الأفلام بل حتى للأجيال اللاحقة أيضا، لأنه في المطاف الأعمال الروائية والأعمال المسرحية والأعمال السينمائية أيضا تعطي صورة دقيقة جدا للأجيال اللاحقة من واقع الجزائر، من واقع الجزائر القديمة، وبالتالي تشكل رؤية مستقبلية لا يجب أن يكون عليها الأجيال اللاحقة الذين عليهم أن يقتدوا بآبائهم وأجدادهم كما قال محمد الخليفة، واقتدوا وأسوا بالمزايا إنهم مع الشهداء، واقتدوا وأسوا بالمزايا إنهم أهل قوة واتساع. نعم. يعني نفهم في الختام الدكتور سبتي سلطاني أستاذ في الأدب العربي بجامعة عنابة أن هناك كان هناك وعي وإدراك بمدى أهمية الأدب في نقل وقائع الثورة التحريرية من خلال هذا الإبداع للعالم. نعم، هو في الحقيقة يعني الذي بشكل عام ليس فقط من جذور الثورة، يعني حتى من خلال الأدب الغربي. الدرجة الكريم ولا سريرة تعبوز يعني أصبح على مستوى نسبة امتلاك الكرة أيضا من الزخم منذ بداية المباراة وارتباك على مستوى الدفاع في هذه الدقائق الأولى إذا مصاب الكرة برمي تماس على طريق الظهير الأيسر. الشاعة ما تحت الحمراء
تشوف قريب 300 متر قدام. لما زلنا ماشيين كاين واحد من عندها السيارة تاعو جاست جاست حجر كبير شعل ضوء. احنا كنا ماشيين ضرب زاد واحد اخر من كيف كيف زاد شعل الضوء وزاد المهم من بعد شعلت النيروا كامل شعل الضوء معناها يجب تكون ديما متنقلة تدري بلوصو ويبو ضربوا الفيزيكي راوت تكلموا حتى على الجهاد اليوم بينك وشاني اذا سمعت لي.
نخرج شوية ويسعود مش ياسي للفاع يمدهان المالكي يستاذي المذب اللي يتريد هذا هو نعم. إذا هجمت منه الله أكبر الجهاد إذا اعتدي على الأمة الإسلامية فرض على كل مسلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ وعنه الشيخ مصر ومن كلام فضيلة الشيخ بالإعلام مكانة بلاد الشام وما يحدث فيها اليوم من المآسي كيف نظر القرآن الكريم إلى قداسة بلاد الشام والله واجب كل مسلم الآن تجاه القضايا التي تحدث في هذه الأرض وما يحدث في قطاع غزة الآن. دلالة ثانية النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء والمرسلين إماما دليلا على أن هذا الدين جاء ناسخ لكل الديانات وأن هؤلاء الرسل لو كانوا أحياء ما وسعهم إلا التباغل. صحيح. مصداق قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لذلك الصراع الآن محتد في هذه المنطقة. لماذا؟ لأن فيها يتقرب مصير الإنسانية النهائي. لا تقوم الساعة إلا إذا فصلت هذه المعركة وفصلها يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون فيختبئ اليهود وراء الشجر والحجر فينطق الشجر والحجر يقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتل إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود فهي أرض المحشر وأرض المنشر فيها يتقرر المسيح فيها ينزل سيدنا عيسى عليه السلام فيها ويقتل المسيح الدجال إذن القضية الآن ويكسر الصليب وتهرق وتكسر كل هذه الأمور هذه إشارات بشارات للأمة الإسلامية أن الإسلام سوف يعم الأرض وسوف يتحقق وعد الله والله تعالى يقول احنا ما نتكلموش فقط على الماضي ماذا بنا نبعث الأمل في النفوس وأن المستقبل لهذا الدين وهذا قول الله تعالى ونحن لا يمكن أن نشك في قول الله تعالى اللي قال وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ويقول تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم الساعة أدهى وأمر بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نعم فضل الشيخنا في دقيقة المسؤول عن الخطأ الذي يرتكب الإنسان وكذا وفي المقدمة
فلما قلت اسمك قلت بشر لا اعرف كيف تولد. هذه من معجزة القرآن الذي تكتشف يوميا. نعم فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم. شيخ نحن كلمة ختامية بارك الله فيك. في ختام في خضم تعيشه الإمام الإسلامي الإسلام طيبا مباركا لا يسعنا إلا نحن نتكلم عن مسألة الأرض. نعم. لا يسعنا إلا أن نذكر قدسنا. نعم. ونسعى به صلى الله عليه وسلم وأرضنا وأهلنا بأرض فلسطين المباركة التي سماها الله بالأرض المقدسة وموطن معراجه وأنبيائه وهجرة أصحابه إليها وقبلة العلماء وذلك لا يسعنا إلا الدعاء لهم بالنصرة يوم تخلى عنهم النصير يا قوي يا قدير نسأل الله أن يرحم أبناءهم وتقبل شهداءهم ويدارج أرحامهم وتثبت أقدامهم وسدد رميهم إذن مستمعينا الكريم ما أقول الشيخ الله سوريها في غزة رضي الله عنه. إذن مستمعينا الكريم نصل بحضرتكم الآن إلى ختام هذه الحصة التي قضيناها سويا برفقة فضيلة الشيخ محمد بن دعلان حفظه الله وكذلك فضيلة الشيخ يوسف بن حليمة وكذلك الشيخ يحيى الصاري. نشكر كل الطاقم الذي خدمنا. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باكورس ما بطير روسهم بني كما قالوا نساء يابر يقولوا يشكل تديني معدي على برحمة الزرع مفوق وانا شفيقة ولا لكن برحمة الزرع مرسولي بديه كاد حوسي ما رحت المين ستيل حوست قعدت في اوتيل مريح غير رحت ولا بعمل لي شكة شفت مش عملي بس بطرية عقلت هي ميت على الكيف لا ما بزيلين بطي خليك مطيت في كل خير وكل الدرق وتشرى النار كامل لا كاين لابيسين فيها لابيسين لابيسين كونفيرت عم حتى في البحر انا قول له قول له حتى في البحر عم عملت صناع عملت لابيسين كمان لا ها مش هالشوط شوط بس شوية لا لحيت يا عبال انا وصحباتي قدر النهار خلصت 3 ملايين و 750 بده مليون مليون تشوف راح معاكم شوفها راح معنا بس وصلنا وروح كل المدينة احنا في عرم رحنا اسرنا بيه هو دوم من قدام وتخوان من لورا وتخوان من لورا 9 واحدة مليحة طنوبيل لايبرك وشوفير كيما ولدي هيك ناس مليحة دينا حطنا شرب معنا الحليب وراح زاد رجع عنا بالخميس بدهن يوم قعدنا من حد كيما اليوم احنا تم ديمارينا على 12 تاع الليل ما لمنا كله يقول خرجنا من عنابه من هنا 12 ونص وصلنا غدوه على 9 قد قعدتوا يوم قعدنا قلت لكم من حد اليوم للخميس روح 4 جور 4 جور 3 ملايين 3 ملايين وقلت لكم 750
اها تتغدى في الاوتيل وتفطر في الاوتيل كلش كلش تفطر وتتعشى وتدي وتاكل كما تحب وتشرب ليمونات الماء كلش كما تحب الماء كاين شويه توريست تما كاين مليانه العرب توريست ولا رجال العرب حتى العرب كاينه العرب مش هم توريست الحاسة كان لي توريست الحاسة هاي شو قمت أنا عندي دار في إسبانيا وعندي دار في فرنسا أنا تشوف العرب مش هم توريست الحاسة مش هم توريست بس فوريست. سمو توريست بقدني حاوسك ما يسموش قورهم التوريست ها التوريست قورها كان كان سوريا فرنسا كان حتى بابا يون بابا يون توريست بابا يون سي كاينين ام دي فرونسي لي هما مش عربية بيت مليعت المحبان قديطة سبغنجال تاع اليمن وما مالو راني هاي مهمي من ترجال فصال ونسال عليه من سباني بنجالو بنجالو ما بيا غير خايف ما بيا غير خايف مشتاق يا لو ما بيا غير خايف مشتاق يا لالو عليك نطرح سؤالي جاوبيني في الحين قولي لي يا غزالي علاش ما تفارقين الغلطة ماشي ديالي اجي نفهمو الاثنين راني صادق في قوالي حبك يا زاول العين راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا الزين خلي والماضي تكلم تاريخ وذكريات هو اللي بيناتنا يعد يحكم يعرف كيف بدا نخلي والماضي تكلم تاريخ وذكريات هو اللي بيناتنا يحكم يعرف كيف بدات ويبين من هو الظالم ما معاش حيلات انا فيك عمري ما نسلم ما بدن اياد دعون الله دعالي عليك نطرح سؤالي شوقي الحين قولي لي يا غزالي علاش متفارقين الغلطة ماشي ديالي هاجي انت ممكنين راني صدق في قوالي حبك يا زاول العين راني صدق في قوالي بيك الغيرة يا زين بالصفة والنية وعملت لك همة وشان قلت أنا بالنسبة لي المخيرة في النسوان حبيتك بالصفة والنية وعملت لك همة وشان قلت أنا بالنسبة لي المخيرة في النسوان مهما كويتني شحال منك يا درتك الإحسان كيف تكوني بعيدة عليا يبحان وميد فلان صورتك راسخة في بالي عليك نطرح سؤالي شوقي الحين قولي لي يا غزالي
علاش كتفرقين غرنا ماشي ديالي اجي انت مرتني راني صدقتك والي نحبك يا زاول العين راني صدقتك والي بيك الغيرة يا غير قلبي صافي معاك مشيت وفنيت شبابي عليك في العهد بخلاص وفيت عمري كذبت عليك قلبي صافي معاك مشيت وفنيت شبابي عليك في العهد بخلاص وفيت عمري كذبت عليك انتي في حياتي تمنيت تكوني لي شريك على اليوم يا حبيبي شفيت وخليتني يا الغالي خليتني يا الغالي عليك نطرح سؤالي لو بغيت الحين قولي لي يا غزالي علاش متفارقين والله ماشي ديالي اجي انت مرتني راني صدقتك والي نحبك يا زاول العين راني صدقتك والي بيك الغيرة يا زين ابدا ننساك يا غزالي ما دمت في الحياة نتمنى طلبي وفلي وتزولي اللي عاد ابدا ننساك يا غزالي ما دمت في الحياة نتمنى طلبي وفلي وتزولي اللي عاد نكبلي منامي بقد الغالي مشموم الخودات على سنة سيد الأرسالي زال عائلات قدرة الله العالي عليك نطرح سؤالي قولي لي يا غزالي علاش متفرقين غلطة ماشي ديالي أجي نفهمو الاثنين راني صدقتك والي نحبك يا زاول العين راني صدقتك والي بيد الغيرة يا زين مادام طلع مار ما نسلم ولا ننسى اللي فات قلبي يعلم بيه العالم مول العظمات مادام طلع مار ما نسلم ولا ننسى اللي فات قلبي يعلم بيه العالم مول العظمات سبحان الجليل الدايم سلك الوحلات يوفي لي قصدي وينعم على عباد الخيرات قول الموالي عليك نطرح سؤالي جاوبيني الحين قولي لي يا غزالي علاش متفرقين الغلطة ماشي ديالي اجي نفهم الاثنين راني صدقتك والي نحبك يا زاول العين راني صدقتك والي بيك الغيرة يا قمت روح ما لقيت له الجواب لكن اليوم يا زهو الروح عرفت السبب السؤال قمت روح ما لقيت له الجواب لكن اليوم يا زهو الروح عرفت السبب نرسل أهلي ديروا الفتوح بحضور الأحباب تفرحي والغيرة تروح ترجعي لي حلالي بعون الله العالي عليك نطرح سؤالي جاوبي الحين قولي لي يا غزالي علاش متفرقين غلطة ماشي ديالي اجي نفهمو الاثنين
راني صدق في قوالي نحبك يا جاول العين راني صدق في قوالي بيك الغيرة يا زين راني صدق في قوالي بيك الغيرة يا زين راني صدق في قوالي بيك الغيرة يا زين موعود ليك في السعادة والخير واللي بغى قلبك يحضر إليك انتي ناوية ترميني في علاش الغدر ماشي حق هديك وعلاش ناوية ترميني في عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كازموس والدب اه واش تعرف فيك هزيتيني نورمال ما تحبش تواد قلت له كازموس قال لي ياك شوف قال لي حتى زين واد فاصو تمام بيسع طبعا زياب قال لي اني رايح هكا لسينك بصراحه اللي مشني رايح منه وهاز كورسه هو لا قال لي اني رايح سبين قال لي يا معيطين له يا صديقه على الاقل صارحك اني رايح سينك وصحيح الاخر مشو هاز الاول مشو هاز قال لي شغل الشاليه اه الاخر قال لي اني رايح سينك وصحيح انت هيك ماش باراسوليه اه تقصر صحيح
ومتربصي المعاهد ومراكز التكوين العلمي بولاية الطرف. سعيد مستمعينا الكرام، تحية الجميع في كل مكان في هذا العدد المتجدد. مسارات الخاصة بالطلبة والمتربصين على حد سواء أكيد. اليوم سنختص بقطاع التكوين والتعليم في المهنيين على مستوى ولاية الطرف الذي يضم العديد من معاهد ومراكز التكوين المهني. اليوم ربما سنتعرف على مركز التكوين المهني بصنع عمار بالبسباس لأخذ نبذة عنه كبداخة فنية، كذلك ربما حول الدخول المهني، أبرز التخصصات المدرجة أو كل التخصصات المدرجة وكذلك التخصصات الجديدة، كذلك أيضا الدخول عرف عمل تخصصية وكذلك مطارات المختلفة المراكز في كذلك إنسان جاهل حتى وراء بونو ما يعرف كود، ما يعرف بريوري، ما يعرف حد شيء. والو عرفتي الداب هذاك كيف كيف؟ الداب كنت تعلمه يعود يفهم. نقرا في سيدي عمار كانوا كار يقطعوا فوق البصرار والطالب الجامعي يقطع كي البي ام. والله ما زيد عليهم. صوروهم خطره وحطوها في فيسبوك. طالب جامعي يقطع كي الهاشم يعود البصرار قدام. والبقر علمهم ولاهم يقطعوا على الفصل. عمل برافو. مركز التكوين المهني البقرة هي اللي عندها نيفو يونيفرسيتير مش بنادم هذا اللي كرموا ربي بالعقل. قالوا الرمبو تاع الحطاب كي يقطعوا بال انا ندير الرمبو تبع لي هذا نوصل ندير الرمبو ونقطع جيب وين لاباراي. ايه واد مي دور بي تقطع رمبو في النص بالعرض ومعك دقس بنادم انت ولا ترفوش فهمتش يزيد ويقول لك بالعقل وعادي ولازم تتقبلها سي المشكل ديالك. الوحده هذيك ما طلعت ما قلتها تنسى الشيء الشيء ده فينا شكو هي قطعت بالعقل وخلاص تغزر ما بعد يستاهل قطع ذلك ربها الحمد لله رحت قبيسي هكا عاوز رحت العمر يا زهر شم مسك الليل يا ترضي كل حفرو ترضي العجيب هذا حبك عندي شهر ونص ما عديتش من هنا ديك النهار عديت انا طفيل بالطوموبيل واش هذا هو قال لي مشتي حد شيء قال لي دركي ملاحه قال لي باينه عاد جبت شهر واحد اخر كيما لولي روز في الكارتي يا جاب عام ونص ليسونس انتردي ولا لا؟ هما كانوا قافلين او قافلين ديجا قافلين قافلين من الاخر صحيحين عندك الاخ العجيب هذا قديم ماري غير الخراج تقنى ثاني تكثير الموارد البشريه. نعم نوصلوا الغرامه نموتوا على الغرايه. سيدي نرجع الى التخصص الغرامه. لا غرامه انا ما خلصت المراكز هناك تدوير وتسجيل. حتى قالوا لي دوره اكتوبر يعني صح اخويا وهذا الدخول المهني الجديد انتم تركوا اهداف مسطره اليوم متربصين تقطعهم للدخول المهني يعني المتربصين الجدد على مستوى
naturelles ou les ressources biologiques, les aoul hajab, parce que vous m'avez yassel, donc sur tout ce qui est air protégé, et qu'il y a également sur Kinagout et Fayette, où on a également sur les changements climatiques, voilà, Tariya Natibia, ou sur la santé, donc à Saha, Finajan Saha, ou puis l'intelligence artificielle, puis Maïden l'IA. هذا الجناح اول حاجه نتعرفوا عليك بدايه بصباح وسام الدين كونسلتان اكسبير بالسي ار او هذا الجناح يخص بما يخص معالجه النفايات وخاصه ولايه عنابه تعاني من مشكل كبير من ظاهره التلوث البيئي جراء تراكم النفايات على مستوى مراكز الردم التقني هنا عندنا الماركات اكسبيريمونتال يتجسد لنا مركز الردم التقني عندنا كأحواض يتعالج لنا عصارة النفايات اللي هي على شكل سائل اللي عندها سهود التنقل والتسربات إلى المياه الجوفية خلقنا نظام يعالج هذه التسربات عن طريق تصليبها لأنه التعامل مع مادة سامة سائلة أخطر من مادة سامة صلبة تعود مادة سامة صلبة تعطينا عدة تقنيات سهلة للتعامل معها وكذلك حافظنا على المياه الجوفية مبقاش تسرب لنا الأكسجين المشروع الثاني عندنا رقمنة نظام تسيير النفايات الرقمنة هذه كما نص عليها رئيس الجمهورية يحط على رقمنة القطاعات احنا خصصنا رقمنة خاصة بوجهات الشاحنات المختصة في حمولة النفايات وهذا النظام راح يكون شفافية عند كل لي بارتي امبليكي دون لو دومين دي جيستيون دي ديشي منها البلديات منها مركز التقني منها مديرية البيئة لي كليون اوسي اثناء عملية الوزن كما يلزم الشاحنة طافيشة عند الناس كل صارت العملية الشفافية عند الناس كل ومن بين الفوائد تاع سيستم تاع الرقمنة هذا راح نحيو الوصل تاع الورقي يقدر يتلف لانه في عمليه الوزن هناك استهلاك كبير للاوراق ولحبر الطبيعه اللي هو من بعد يولي عباره عن نفايات زائده سيستم المراقب هذا راح يولي عندنا بطاقه ممغنطه واحده عمرها الافتراضي 5 سنوات بما يقابل 1400 وصل في العام معناها بطاقه واحده تقابلها 1400 وصل ورقي اذا راح يسهل في عمليه تسريع اتخاذ القرارات من طرف المسيرين في نظام البيئي ثالثا على المشروع الثالث وهو تثمين نفايات البلاستيكيه درناها مع الاسفل الارضي المدعم نقوموا باسترجاع البلاستيك وحطيناه في الاسفلت الارضي باش ندعموه وكذا باش نقلل النفايات البلاستيكيه المشروع الرابع عباره عن كومبوستاج تاع لي ديشي اللي تعطينا سماد طبيعي بنسبه 100% مستخلص من المواد العضويه النفايات العضويه هو ربما الجناح تاعك الخاص بالنفايات نعم طبعا ديما مستمعينا متواصلين معاكم خلينا نكملوا ناخذوا فاصل وبعدها نوصلوا جمله طبعا من اللقاءات اللي بمركز البحث للبيئه ديما نوصلوا
بعد الجولة الرائعة والممتعة هنا بمركز البحث للبيئة، أكيد نروحوا لنادي الروبوتيك بعنابة واللي مثله شكون؟ احنا راح نعرفوا يعني بالشيء اللي رانا نقدموه في المركز نتاعنا اللي هو استعمال يعني الذكاء الاصطناعي، عالم الذكاء الاصطناعي والروبوتيك. هما متفوقين في هذا المجال. نعم بالتأكيد هما متفوقين، احنا رانا عالم الروبوتيك هذايا يعني وانباكت كيما نقولوا يا ربي. يوم معرش يستهبلوني طيب خلاص طيب ودي لي قلوني يا دم قلوني يا ولدي شريتي ورقتي هذيك هذيك طيب وش وش يعطيها طلعت معاها قلت له علاه جري فيا زي ما هك وديري وكاله وديري هك قلت له ايش بيك يا ولدي قلت له بالسبعة ونص وانا لبرا وروحي سلكي في البيانا روحي سلكي في التلفزيون روحت قلت له اخويا وزدت معاه وش كنت بقدر واحد تعيط له قال لي لازم تزيد لي وكالة أخرى قلت نهضر وحدك مهبولة وعليه قلت له زي ما هاك وعليه والله قدام الناس كل قلت له شوف ندير لك وكالة أولاد بصح كون نجي ما تقبلهاش راك تحس بكل دور أولاد يخرج فيه والله زي ما هاك والله ما حدش نتمنى وعليه جراو فينا زي ما هاك وعليه قال لي دير لي وكالة وجيبها حبيبي نزيد نعمل وكالة بزز منين هذاك عنده علاقة بهذه الطيارات وواحد ما عنده زمان قدر ربي شفتي يا ولدي واحد ما عندوش وش يدير هذا اه شفتي الوقت حتى نبردو ودو تقطع خليني نهضر واحد فيما يخص هذه يهب بصح ما خليته والله بالقدر بالقدر ما خليتوش والله بالقدر والله طبعاً هما بعض المنتجات الغرفية حتى نبردو أهم منتجات قطع الصناعة الكبيرة أما بعض الجنس عندنا الصابون التقليدي وبعض Thank you.
تستعملهم. عندك كل الانواع، عندنا حتى 13 نوع، عندنا صابون بالدي المستعمل هو صابون اللين، كاين على الطريقه البارده والطريقه الساخنه. الطريقه الساخنه هي طريقه الجدود، ودوك غادي يديروا الطريقه البارده باش تحكم في المكونات والعناصر على الجلود اللي فيها. ما نديروا مقشرات قدر تضرب 10 ايام تجيب تهزي وقت يقول لك ما نقصت لا يا حي يعطيني الورقه تاعهم سني فهم كاش قال لي جيبها بالواحد خايف على روحه الورقه تاعهم كاش يمشي بها
رايح على القلعة. والله روح وين تحب بس نخلص وين. هنا قطعة دورة. دورة هادية. جيك أقرب منها. هادي سير يا أخي. ديسك. لقينا دي مخرجة دورة طاعة. حك حك حك. زيد عطاها حك. عايشك يا ربي يا ربي يحفظك عايشك تمام